صباح الخير، صباح الجمال أعزائي المشاهدين في كل مكان. النهاردة حلقة متميزة جدا، حلقة نسائية، حلقة أي بنت بتحبها وأي بنت رايحة الجامعة محتاجاها وأي بنت بتحب تهتم بنفسها محتاجة الحلقة دي. النهاردة هنتكلم عن أهم الصيحات الصباحية والمسائية، هنتكلم عن لوكات الميك اب وكمان عن تسريحات الشعر وأهم لوكات الصباحية والمسائية. طبعا في البدايه حابه اتشرف بضيوفي الكرام اللي معايا في الاستوديو النهارده واللي في حلقتي النهارده، مصفف الشعر استاذ وائل ويليام، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. وكمان معانا خبيره التجميل ايزيز المنياوي، اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بيك يا حبيبتي. وكمان معانا الموديل القمر ساندي. النهارده حلقه تعجبكم كلكم، تعجبكم جدا وهتعجب اي بنت، اي بنت رايحه الجامعه، اي بنت نازله الصبح، نازله سهره محتاجاها. طبعا قبل اي حاجه حابه اسال حضرتك عن حبه اسئله. ايه السر اللي بتنصحي بيه للبنات لاستخدام الكونسيلر؟ الكونسيلر ما يكونش درجه فاتحه قوي، لازم يكون على الاقل فرق درجه من لون البشره او درجتين بكثير، وما يكونش كتير، يعني يتحط بسيط جدا عشان يدي الناتورال للبشرة. واي بشرة تنفع معاها كونسيلر؟ وانواع ولا ايه؟ في بنفيت حلو قوي، في بستخدم ديور، بستخدم هدى بيوتي، الماتيريال ده رائع يعني. طب ثواني، الكونسيلر اللي البنات الغامقه بيبقى احسن ولا الفاتحه؟ الاثنين بيبقى كويس معاهم، ما احنا قلنا لازم فرق درجة واحدة، لازم فرق درجة واحدة، درجة أو درجتين أيا كان هي درجة بشرتها ايه. طب عايزاكي تقوليلي كل نوع بشرة الفونديشن اللي بينفع معاها، يعني البشرة الدهنية. بصي الدهنية هدى بيوتي حلو قوي عليها، بستعمله. السلودر بيبقى حلو على البشرة الجافة جدا. والبشرة العادية، والبشرة العادية بنستخدم ماك. ماك. طبعا انتي مستخدمه للموديل ايه؟ التلودر. بشرتها جافه. طب تنصحي للبنات يستخدموا البودره المائيه ولا لا بلاشها طبعا. خالص؟ مش حلوه خالص طبعا، الفاونديشن افضل بكتير. بس يكون كفر خفيف، لو الصبح بيتعمل بالبيوتي بلندر ضغط بسيط كده على البشره. بتاثر في ايه للبشره؟ مش حلوه يعني، اصلا شكلها مش افضل حاجه، لكن فاونديشن بيديك الناتشورال اكتر. طب بتنصحيهم يستخدموا الماسكاره ازاي لتكثيف الرموش؟ بصي الماسكاره احنا بنحط مره، ايوه، وبنسيبها تنشف، نرجع نحط تاني، فبتدي كثافه اكتر. ايوه طبعا الموديل القمر عامله لها لوك صباحي. ما شاء الله. طب تنصحيهم يزيلوا الميك اب ازاي؟ في اصلا غسول الميك اب، بس في حاجات زي الغرنيه كده كويسه جدا، ولو مش موجود قطنه بكريم بيتشال الميك اب ويتغسل البشره بشاور للوش. طب لو مش موجود غسول الميك اب، لو مش موجود طب يزيلوه ازاي؟ من طريق لا طريقه الازاله، لا غسول الميك اب ده بتغسل البشره عادي بيتشال الميك اب كله، تمام. لكن الطريقه الثانيه بقطنه بأي مرطب بيتشال بيها الميك اب. تمام. طب اهم اللوكات الصباحيه الالوان بقى، عايزاك تقولي لي السيزون الجديد. الالوان الترابيه، البيجات، الكشمير، الالوان الطوبي، الهافان، بتبقى حلوه قوي الصبح. ما شاء الله، انت عامله للموديل لوك ايه؟ الهافان. ما شاء الله. طب ممكن تشرحي لنا على الموديل، يعني ممكن تعمل لنا الفينش للموديل؟ يعني ممكن الموديل عسل ما شاء الله. طبعا بس هي بشرتها ناتورال قوي، عشان كده بنحط الفاونديشن بسيط جدا ناعم، ولو ضروري هايلايتر بس نخففه قوي الصبح، يعني الهايلايتر ما يكونش اوفر قوي الصبح. سيمبل جدا. حلو ده للصبح قوي. ايوه لوك مورنينج رائع، هو لوك ما شاء الله، هي عسوله كمان. طيب
هسأل أستاذ وائل، ازي حضرتك؟ عايزين نعرف ألوان السيزون الجديد، ألوان الشعر للسيزون الجديد. ألوان الشعر للسيزون الجديد: الجريهات، الزيتوني، بس كل دوت بيتطلب حسب بشرة العميل، حسب بشرة الواحد، ومش أي حد بيليق عليه أي لون. لا لا لا، مش أي حد. طب في فرق ما بين الصبغات ولا يعني مثلا كل واحدة شعرها وليها صبغة، ولا كل يعني الشعر زي بعض؟ لا، هي بترجع حسب البوصلة نفسها، بوصلة الشعرية. في شعرية بتتقبل تفتيح، في شعرية ما بتقبلش، فاحنا بنتعامل حسب نوع الشعرية نفسها. طب ونختار ازاي الصبغة لشعرنا؟ احنا بنقول حسب البشرة، بنشوف اللي يمشي ويناسب معانا للبشره بنعمله. يعني ممكن تكون زبونه جايه عاوزه تعمل مثلا لون معين مش ماشي مع بشرتها، فبقدر اقنعها ان احنا نعمل درجه قريب منها ان هي تناسب بشرتها بس، مش اكتر. طب اهم التسريحات اللي بتناسب لبس الكاجوال؟ شغل الناتورال. تسريحات ايه بقى؟ شغل الناتورال، يكون هادي جدا. هادي جدا، مثلا دي الحصان كده، حسب بقى اللبس بتاعها، على حسب اللبس بتاعها. طب والسهرة؟ السهرة كله بقى بيبقى شغل مثلا اسبانيش، شغل لم جنب ويفي. حضرتك اللي عامل للموديل؟ اه. طب ممكن يعني تقوم تعمل لها فينش برضه، يعني لو حضرتك عايز. كل ما الشعر يكون ناتورال احسن الصبح يبقى اشيك بكتير. ما شاء الله، جميل جدا. طب لو البنات اللي شعرها قصير وما بيطولش، حابب تنصحهم بايه؟ يعني يمشوا على روتين ايه؟ في حاجات تريتمنت للشعرايه بتعالجها، بنتغذي الشعرايه نفسها. وفي نظام مثلا ايه، هنقول استخدام الشامبوات مش صحيه. دي زي ايه مثلا؟ يعني احنا بنشتغل مثلا، لو هنشتغل من حاجات مثلا لوريال، حاجات حاجات اسمها ايه، حاجات ماركات نظيفه. ايوه فاهمه ازاي. طب والبنات اللي حابه تعمل اكستنشن برضو، يعني هم مثلا دلوقتي هم شعرهم اصلا قصير، ودي مشكله كبيره جدا عند معظم البنات، حابب تنصحهم باكستنشن ولا باروكه؟ لا، احنا هنبص على حسب البوصله بتاعت الشعر، حسب هي برضه. لان في حاجات بتناسب الشعريه وفي حاجات ما تناسبش الشعريه. يعني احنا لو هنقول باروكه، يبقى مثلا هنشوف الشكل اللي يمشي مع تركيب الشعر نفسه، لان في حاجات كتير قوي في تركيبات الشعر، في دبل فيس، في الاكستنشن، في بواريك، في نانو، في رنجات، شغل تركيب رنجات، ففي حاجات كتير. كله حلو ولا في حاجه؟ كله حلو، كله حلو، بس حسب اللي بيركب، يعني حسب اللي بيركب الشعر. طب نمشي بروتين ايه حلو لليوم عشان نغذي شعرنا، نعالج على شعرنا شويه؟ زي ما قلت لحضرتك، في حاجات اسمها تريتمنت للشعر نفسها، تغذي الشعر، وفي نفس الوقت على الاقل لازم كل مثلا شهرين نظبط طرف الشعر. ترو. اه ايه، ماشي، تمام. شرفت النهارده بيكم جدا. ربنا يخليك. ميرسي والله. طبعا حابين نتكلم شويه برضو يعني عن الميك اب، عن لو حضرتك حابه تتناقشي معايا عن الميك اب شويه، شوفي عن مثلا السايحات اللي في السهره. بصي، انا لما بدي كورسات ميك اب دي دايما اقول انه كل ما برز في البشره يغمق، نظام الكونتور. العين الضيقه ما ينفعش معاها اسود جوه، لازم ابيض، لازم نفتح. والعين الواسعة اسود، بتترسم كلها بالاسود بتبقى حلوه قوي.
الكونتور طبعا النوز لما بكون كبيره بنحددها كده وبنحط هايلايتر فبتدي لوك حلو قوي للوش. حضرتك ميك اب من امتى؟ 15 سنه ما شاء الله. طب تمام. طب والعرايس بقى كل واحده انت اللي بتختاري لها لوك ولا هي اللي بتيجي تختار لك؟ احيانا انا بختار لان وشها بيديني شغل الوان معينه واحيانا هي بتختار لوك معين بعمله لها، بس بحط برضو التاتش بتاعي اللي يليق على البشره دي. وبتعمل لهم ماسكات قبلها طبعا او حاجه؟ طبعا تنظيف بشره كامل. طب حابه تنصحي البنات اللي بتعمل ميك اب ديلي بيمشوا بروتين ايه؟ بصي المرطبات اليوميه مهمه جدا، حلو قوي ان احنا نعتني بالبشره بالمرطب اليومي. زي ايه مثلا؟ يعني في حاجات صن بلوك الصبح قبل المرطب بعد المرطب، كمان في حاجات لي بالليل كريمات بالليل، فده مهم قوي للبشره. ايوه. طيب النهارده والله اتشرفت بيكوا جدا. اتشرفت حضرتك. ربنا يخليك يا فندم. بيكي. رب تكون حلقتي عجبتكم. يا رب احنا نكون ضيوف خفاف عليك. انت مذيعه جميله. ربنا يخليك، ربنا يخليك والله. ميرسي. ربنا يخليك. طب النهارده حلقتي يا رب تكون عجبتكم وتكون عجبت اي بنت وتكون عجبت اي بنت، وكل بنت راحه الجامعه تكون اتفرجت عليا وعجبتها الحلقه. بس هنروح نشوف فيديو معايا، تعالوا معايا نشوف فيديو ونرجع تاني. طب الفيديو مش جاهز دلوقتي. طبعا حابه اشكر ضيوفي وحابه اشكر كل اللي نوروني في حلقاتي السابقه، وحابه اشكر مامتي طبعا وبهديها ان هي اللي مخلياني في الصوره اللي انتوا شايفيني فيها دلوقتي، وهي اللي وقفت جنبي، واختي طبعا اللي واقفه جنبي في حلقاتي السابقه. ويا رب بجد يكون عند حسن ظنكم. وبشكر طبعا استاذ وليد شعلان على وقوفه جنبي، وهو اللي خلاني الحمد لله بقيت في اللي انا فيه دلوقتي. وبشكر المخرج اكرم دره على وقوفه جنبي ومشجعني دايما، ويا رب يكون عند حسن ظنكم. ويا رب حلقتي تكون عجبتكم، والى اللقاء.